بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم أعزائي ومحبي قناة شعراوي الشعراني من كل مكان. في هذا الدرس الجديد نستعرض إليكم طريقة الحصول على 1 جيجا على خطوط أورانج في الجمهورية العربية المصرية. طبعا أنا معيش خط أورانج، فمسكت هاتف أحد الأصدقاء لأجرب عليه الطريقة، لأن بعض الناس نزلته في الشرح اللي فات وبعض الناس ما عرفش يسجل في التطبيق. اول حاجه هتخش على متجر بلاي، تكتب ماي اورنج، هيتحمل معاك على طول التطبيق دوت زي ما عرضت في الفيديو السابق طريقه التحميل التطبيق من متجر بلاي. بعد ان نقوم بفتح التطبيق نضغط على سجل الان. هنا نضغط رقم الهاتف. كم رقم الهاتف؟ 012-84. سواء نضغط رقم الهاتف 6-8-0-4-4-2. وبعد ذلك كنا نقوم بوضع بريد الكترون، اي بريد الكترون. لنفترض بريدي انا اللي هو بسجل به للناس، شعراوي 207@gmail.com. بعد ذلك اخواني الكرام تضغط على تسجيل. هذا الرقم مسجل يرجى الدخول واختيار، نسيت كلمة السر. احنا سجلنا طبعا، يبقى نحط هنا رقم التليفون. كم رقم التليفون؟ 012-84-6-8-0-442-0-442-2. وهنا كلمة السر. طبعا كلمة السر اللي هي جات في رسالة اهي اول ما سجلنا، ندوس دخول دخل معانا اهو. طب انا جبت كلمة السر منين؟ اول ما دوست تسجيل جاتني هنا رسالة بكلمة السر اللي اضعها بعد التليفون. هو شكرا لتسجيلك في اورنج، الرجاء ادخال كلمة المرور. هي دي كلمة المرور WF2X48HN. بس شباب بعد كده ازاي نحصل؟ اهلا، استمتع بالهدية. هتاخد الهدية، استخدم التطبيق باستمرار عشان تستفيد بالمزيد. طبعا ناخذ الهدية، شكرا، انت الان هتستمتع طبعا بالواحد جيجا. نضغط كده وهدية، يقول لك غير متاح. بس اهو يا شباب تم الحصول على 1 جيجا. تبدأ من 29/12 اللي هو النهاردة تقريبا 29/12 تنتهي 29/12 باين؟ 19 ايه بعد انتهى يوم 29 عشان النهاردة 19. بس يا شباب كده حصلنا على 1 جيجا. نجرب ان هو عنده انترنت، نقفل الواي فاي، نفتح الداتا. بعد ما تفتح الداتا عادي، انت عايز تخلي الداتا تبقى اسرع من عشان حرف الاي. فين هنا يا عم؟ عرض الكل التليفون ده مش عرض الكل. هتخليها ايه او هي ايه اصلا؟ عادي مفيش مشاكل يعني، مفيش هنا بس في التليفون دوت عرض الكل اعتقد. بس هنفتح كده نشوف النت جه ولا لا. نجرب فين يوتيوب، الملفات فوق، نفتح يوتيوب ان شاء الله يفتح معانا يوتيوب، رغم ان العلامة فوق ايه تدل على ان الانترنت ضعيف. طب سؤال، نخليها حرف الاتش. ده ما فيهاش بطاقة السي ام. تعال شوفها معلم. خلفية الإشعار اهو، ايوه هنا شبكات المحمول. نخلي طبعا هو عاملها 20، نخليها 3G. بس هتفتح معانا ان شاء الله دلوقتي يوتيوب، وهتتأكد ان 1 جيجا اورنج جالك. معلش شباب على الوقت الفيديو، بس ده تلمش تليفون يعني معرفش حاجة فيه كويس. افتح الداتا. فين الداتا؟ استغفر الله العظيم يا رب. فتحنا الداتا اهو. بعد ما قمنا بفتح الداتا ستظهر، ظهرت اتش مش ايه يا شباب زي ما انتم شايفين. طبعا يعتبر كده حلينا مشكلتين. نفتح يوتيوب ان شاء الله يفتح معانا على طول. 1 2 3 زي ما انتم شايفين حصلنا على 1 جيجا لخطوط اورنج. طب نخش على بعد ما انت حصلت على 1 جيجا هتعمل ايه؟ هتخش على قناة شعراوي الشعراني، تنساش تفعل زر الجرس اللي هو دوت.
تدوس كده عليه بعد ما تدوس اشتراك. تمام يا شباب، ما تنساش لايك للفيديو، ما تنساش اشتراك للقناة. الدرس الجاي ان شاء الله تعالى ازاي فتح حساب الفيسبوك المعطل انتحال شخصية او معطل نهائي، هيكون ان شاء الله الدرس بعد بكرة احتمال كبير هنزل الشرح. ما تنساش تفعيل زر الجرس لمتابعة كل جديد. شكرا لكم. بس يا باشا خدت الواحد جيجا مش راضي يوقف.